مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: هل ألم المعدة من علامات الحمل المبكرة؟ بعض النساء تظهر عليهن أعراض الحمل المبكرة خلال الأسابيع الأولى من تلقيح البويضة، وقد تظهر لدى بعض النساء أعراض الحمل قبل الدورة الشهرية، وقد تكون آلام المعدة من أحد هذه الأعراض. تختلف أعراض الحمل من امرأة لأخرى من حيث حدتها وشدتها، فنجد بعض النساء أن علامات الحمل لديها ضعيفة وغير واضحة، وبنفس الوقت نجد بعض السيدات علامات الحمل الخاصة بها واضحة بشكل كبير. كذلك فإن ألم المعدة أحد العلامات التي تتساءل عنها السيدات، وهل هي مؤشر لوجود الحمل؟ في الواقع، آلام المعدة من الأعراض الشائعة أثناء حدوث الحمل، وقد يكون سببها عسر الهضم وحرقة المعدة التي تظهر لدى بعض النساء أثناء هذه الفترة. لذلك إذا كنت تشك في الحمل، عليك بإجراء الاختبار المنزلي. وإذا كنت تعاني من تشنجات مؤلمة في منطقة الحوض السفلي أو أسفل الظهر خاصة مع نزيف، فقد تعني هذه الأعراض حدوث الإجهاد. يمكن أن يحدث التشنج أيضا أثناء الحمل الطبيعي، وهناك أيضا العديد من النساء الحوامل يتعرضن أحيانا لبعض هذه الأعراض ولا يكون هناك إجهاد. فإذا واجهت أي من هذه الأعراض أو كنت تشعرين بالقلق، فاتصلي بالطبيب على الفور. تعد آلام المعدة وتشنجات البطن من الأمور الشائعة في فترة الحمل، وعادة ما تحدث آلام خفيفة في المعدة خلال فترة الحمل المبكرة، أي خلال أول 12 أسبوع من الحمل، وذلك بسبب تمدد الرحم. وأحيانا قد ينتج الألم بسبب الإمساك، والذي يزداد في بداية الحمل، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين الآلام الطبيعية خلال الفترة الأولى من الحمل وبين آلام الإجهاد التي قد تكون على شكل آلام شديدة في المعدة ترافقها بعض التشنجات. هناك العديد من علامات الحمل التي تحدث مع المرأة في بداية الحمل وقبل مجيء الدورة الشهرية. كذلك فإن ألم المعدة من أهم علامات الحمل، والتي تشير إلى تلقيح البويضة بشكل مبكر لدى النساء في بداية حملها.